نهاركم سعيد مشاهدينا. ماجد الماجد مات أم قتل؟ جواب لن نعرفه كما يبدو، ولكن السؤال الأساسي ماذا بعد موت ماجد الماجد، خاصة بأن القاعدة لم تصدر أي بيان أو أي تعليق على وفاة لن نقول زعيمة، ولكن يعني الممثل الأساسي لها في لبنان وفي المنطقة، الرأس المدبر لكثير من العمليات الانتحارية والتفجيرية التي حصلت في المنطقة مؤخرا. إذا ماذا بعد موت ماجد الماجد، خاصة أيضا بأن اليوم يعني الضاحية أصبحت في مهب التفجيرات، الجميع يتحدث بأن الضاحية لم تعد محصنة، علامات استفهام كثيرة حول أمن الضاحية وحول أمن لبنان الذي أصبح في مهب الريح، في مهب التفجيرات الانتحارية والإرهابية. لمناقشة هذه المواضيع وغيرها من المواضيع السياسية والأمنية اليوم معنا اليوم المحلل السياسي الدكتور حبيب فياض. مبارك سعيد، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا موت ماجد الماجد وكل علامات الاستفهام التي رافقت هذه الشخصية من اعتقاله توقيفه إلى مماته ومصير يعني الأمني في لبنان خاصة في الضاحية الجنوبية، مواضيع سنناقشها. خلينا ناخذ قبل حال الطرقات ومن بارش اليوم الأحد ما في عجقة، ما في عجقة أبدا بكل المناطق. إذا جوني ما في عجقة أبدا بكل الاتجاهين. واو دوري ما في مشكلة أبدا. نفس الشيء شعر الحلو، نفس الشيء سيسين حمراء أبدا ما في عجقة، والمزرعة ما في عجقة، طريق المطار جيدة جدا، وصيدا ايضا ما فيها عجقه سير. برجع برحب فيك دكتور حبيب فياض. اذا كنز المعلومات ماجد الماجد، بالامس استفاق اللبنانيون على خبر بانه لم يعد موجودا بعدما كانت هناك يعني بعدما كان صيدا سميرا بالنسبه للدوله اللبنانيه. هل في علامات استفهام حول مماته برايك؟ يعني بالتاكيد بمجرد انك تطرحين السؤال، يعني مجرد طرح السؤال هو دليل على أن ثمة علامات استفهام حول هذا الموضوع. طبعا من المفترض من الناحية المنطقية عدم استباق الأحداث وعدم إطلاق الأحكام بشكل مسبق، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار سياق متكامل لمجموعة من الأحداث والظواهر التي حصلت في لبنان قبيل اعتقال الماجد، يجب علينا عندئذ أن نضع علامة استفهام على طريقة موته، يعني تحديدا انحياز رئيس الجمهورية، وأنا هنا أتكلم بشكل مباشر، انحياز رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني إلى المملكة وما تلا ذلك من حماس غير معهود لدى رؤساء لبنانيين في الانحياز والدفاع، أو إذا بدك في الشعارات الشوارعية إذا صح التعبير التي تطلق من قبل رئيس جمهورية إزاء دولة، حتى ولو كانت هذه الدولة في الإطار العام هي دولة شقيقة أو صديقة، وصولا للتفجيرات التي حصلت في لبنان ومنها السفارة الإيرانية، وصولا إلى مسألة أخرى أنه لحد هلأ ما سمعنا أنه حدا عنده شلل بالكلى أو فشل كلوي يموت خلال ثلاثة أيام، علما أنه بعض المعلومات طيب. نيح أنه معي بهالنقطة حضرتك. لا لا يعني بس لا بس بغض النظر على التحليل السياسي طبيا صحيح في شيء بيقول طيب انه ما في حدا بيموت خلال ساعات، علما انه بعض المعلومات كمان بتقول انه خرج من المستشفى. لا في روايتين، روايه بتقول انه خرج من المستشفى من اجل ان ينتقل الى العلاج في مستشفى اخرى لاسباب امنيه، رواية تانية بتقول أنه خرج من المستشفى من أجل الذهاب إلى سوريا والالتقاء بقادة من القاعدة من أجل التنسيق ميدانيا وعمليا. يضاف إلى ذلك إصرار وتسرع المملكة العربية السعودية في الحصول على معلومات منه أو على استرداده. كل هول أنا ما بدي أقول أنه فعلا هو قتل، بس أنا اللي بدي أقوله أنه هذا الأمر من حقنا أن يضعنا أمام علامة استفهام
علامة استفهام كبيرة، علما حتى لا نستبق الأمور، واللي عبقوله أنا من قبيل الفرضيات أو التساؤلات المشروعة. نحن ننتظر من السلطات المختصة في لبنان وتحديدا رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة وبوصفه المؤتمن على مصائر اللبنانيين وعلى كل ما له صلة بالوضع اللبناني، أن يصار إلى تحديد المسار العام لهذه الأزمة بكل تفاصيلها، يعني كيف اعتقل بالمستشفى، كيف كان وضعه الصحي، كيف مات. لا، صار في توضيحات وصولاً. صار في توضيحات. أول شيء بدي أقول أنه توضيحات رسمية ما صار. صار في توضيحات بمعنى رسمية، في بيانات أنه قالوا مات. لا بس لا إنه لا إنه طيب. منذ لحظة اعتقاء في توضيحات رسمية. طيب رغم منذ التوضيحات لحظة نحن ندعو إلى خليني بس وضح أنه منذ لحظة اعتقاله في بيانات رسمية للدولة اللبنانية تقول بأنه هيدا مبارح طلعت بأنه منذ لحظة اعتقاله وهو يعاني من فشل كلوي كبير والتهابات حادة جدا، هيك صرحت الدولة اللبنانية. بدي أقول أنه بكثير من مؤسساتها، يعني بدي أقول هون أنه الجيش اللبناني مبارح أيضا أعلن وفاته، وبالتالي دخول الجيش اللبناني على الخط منه عامل مطمئن بالنسبة لكم؟ أوضح، يعني التوضيحات اللي أعطيت أنه انلقط، أنه فات على المستشفى وأنه مات. أنا كمواطن لبناني ما أطالب به أنه هذا الرجل بما يتصف به من خطورة عالية جداً تحديدا على الأمن القومي اللبناني إذا بدك، أنا أطالب أن يصار إلى تشكيل لجنة تحقيق تضع الرأي العام اللبناني بحيثيات وتفاصيل ما حصل. هذا اللي عم نقوله، أنه هذا الرجل كيف مات. هلا نحن على ثقة تامة بالجيش اللبناني، ونحن نؤمن بأنه دور الجيش في هذه المرحلة هو دور مصيري وأساسي، ونؤمن بأن الجيش ما زال هو الضمانة الأساسية من أجل وحدة لبنان وفي مواجهة الإرهاب وفي مكافحة الإرهاب. ولكن هذا لا يمنع أنه بأرقى المؤسسات الأمنية والعسكرية أن يكون هناك بعض الخروقات التي تجعل هذه المؤسسات عرضة لبعض الأخطاء أو لبعض الأمور اللي ما بتكون يعني بالمصلحة الوطنية. هلا أنا ما كتير قدرت يمكن أفهم الربط بين مقتله وبين زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية وخطابه الأخير، ما كتير فهمت الرابط صراحة. يعني بمعنى آخر أنه رئيس الجمهورية بمجرد أن خرج من الخانة الوسطية وأخذ المنحى الآخر، يعني بات أقرب إلى الفريق الآخر، وزيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بالعاهل السعودي بحضور الرئيس سعد الحريري، وما تسرب من معلومات في هذه الزيارة أنه العاهل السعودي على بساطته وسذاجته قال له للرئيس سليمان أنه طيب الجيش ليه ما بيمنع المقاومة أن تدخل إلى سوريا، فقال له أنه الجيش ليس لديه قدرات عسكرية. فبعد ذلك مباشرة وجدنا خارج السياق وبطريقة غير مألوفة وغير مسبوقة أنه الكرم السعودي على لبنان أغدق فجأة $3 مليارات، ورئيس الجمهورية طلع هلل وطبل وزمر لهذا الموضوع وحاول يقدمه. طبعا سبق ذلك زيارة إلى فرنسا حتى يكتمل هذا المثلث، يعني الفرنسي السعودي اللبناني. طيب إذا نحن بنرسم الإطار العام للعلاقة بين الرئيس اللبناني والمملكة العربية السعودية في هذا الإطار وعلى هذا المستوى من الإيجابية والانحياز والتبعية، بتجي قضية الماجد تحديدا، أنه نحن من حقنا لأنه نحن لدينا خلفية، نحن البيئة الحاضنة للمقاومة، نؤمن بأن المملكة العربية السعودية لديها سلطة وصاية على بعض فصائل وتفريعات القاعدة. طيب بناء عليه ما الذي يمنع أن يكون ماجد الماجد هو كما قيل هو ضابط في الاستخبارات السعودية، وأنه كتائب عزام هي تعمل تحت وصاية المخابرات السعودية. وأنا هون بخاطب الرأي العام اللبناني أنه شي مرة سمحت السيد حسن نصر الله أطلق موقفا غير مسؤول، والله حكي هيك بطريقة مزاجية
والله أطلق موقف من دون أن يستند إلى معطيات ومعلومات دقيقة وتفصيلية. يعني الجمهور اللبناني عندما الجمهور اللبناني عنده تشكيك ببعض خطابات السيد حسن نصر الله أستاذ يعني دكتور حبيب. يعني بالإطار العام فينا نشكك بس خلينا نحكي اللبناني رأيه أن السيد حسن خبى عليه أنه فات على سوريا، ولكن على العموم هذا موضوع حنناقش فيه. لا في فرق بين أنه أنا أعرف شغلات وما أقولها وبين أنا أقول شغلات مش صحيحة. بس دكتور السيد حسن نصر الله لديه أمور لا يعلن عنها وهذا حقه، مش مطلوب كل شيء بيعرفه الواحد أنه يقوله خاصة بمجال السياسي والأمن. حفظت بهذا الموضوع بس دكتور حاسبيني إذا قال شيء مش صحيح. ولكن هل هذا كافي؟ يعني دكتور حبيب اليوم حزب الله وجمهور حزب الله ومناصره عم يتصرفوا مع كلام السيد حسن نصر الله أنه بمجرد أنه السيد حسن نصر الله قال هذا أصبح هذا دليلا قاطعا. يعني طبعا السيد حسن نصر الله الذي نحترم ونجل له آراءه، ولكن هذه الآراء ليست بإثباتات، يعني ليس بمجرد أن يقول السيد حسن نصر الله بأن كتائب عبد الله عزام هي على ثقة هي على صلة بالمخابرات السعودية يصبح هذا دليلا. يعني من العبث أن يصبح هذا دليلا، هذا رأيي بالنسبة لكم، ولكن الدولة اللبنانية والجمهور اللبناني ليس عليه أن يتبع هذا كدليل وكمعطى. يعني الإمام علي بيقول يعرف الحق بالرجال ولا تعرف الرجال بالحق. يعني احنا بغض النظر عن السيد حسن نصر الله، يعني المعيار الأساسي في تقييم أي شخصية سياسية هو مدى المصداقية التي يتمتع بها ومدى صحة ما يقول من خلال صدق الوقائع والمعطيات. جل من لا يخطئ دكتور حبيب. أنا ما بقول معصوم. جل من لا يخطئ. لا هو يخطئ ويصيب. وبالتالي هل يمكن التعامل مع المملكة العربية السعودية التي هي دولة شقيقة على أنها أصبحت هي من ترعى الإرهاب بلبنان لمجرد بأن رأي السيد حسن نصر الله هو دون أي إثبات للمناسبة لحديث هذه الساعة، مع احترامنا الكبير لحزب الله، حزب الله والسيد حسن لم يعطوا دليلا واحدا على ارتباط كتائب عبد الله عزام بالسعودية. طيب بغض النظر عما إذا كان هناك أدلة مدينة للمملكة العربية السعودية ولا لا، ومع غض النظر عما إذا كان هناك مصلحة لإظهار هذه الأدلة ولا لا، بس اسمحي لي بس نتفي صغيري فصل بالموضوع أنه نحن عشان المشاهد، يعني أنه نحن أمام مشهدين، المشهد الأول هو المملكة العربية السعودية، المشهد الثاني هو حزب الله، ومختلفين حول مصداقية وجدية وصدق وأخلاص وأخلاقية كل طرف من الطرفين. أنا إذا بدي إجي أدرس ملف المملكة العربية السعودية على المستوى الأمني والاستخباراتي وعلى مستوى العلاقة مع الملفات التي تمسك بها، أنا شو بدك فيه؟ أنا أحيلك إلى مسؤول المخابرات الفرنسية السابق اللي ما له مصلحة أن يدين المملكة العربية السعودية، واللي قال أن السعودية متورطة بأعمال إرهابية عنفية في أكثر من مكان بالمنطقة. من قال هذا؟ بس من قال هذا؟ مدير المخابرات الفرنسية السابق. طيب أكثر من هيك. ممكن شخص اسمه لي؟ ممكن تسمح لي؟ هو لا بدي صور هذا الشيء. هو لم يقل بأن المملكة العربية. هو بس خليني كفي بتعودي بس هذا غير دقيقة المعلومة. هو لم يقل بأن المملكة، هو قال بأن الشخصيات معروفة في المملكة وأمراء في المملكة يرعون هذه التنظيمات، ولم يقل بأن المملكة. طيب للتدقيق. طيب إذا هلأ مسؤول بحزب الله قام بفعل معين، هل نستطيع أن نفصل بين الحزب وبين بين الشخص؟ إذن حاسبوا الحزب على الكبتاجون يا دكتور. على مين؟ حاسبوا الحزب بكامله على الكبتاجون. طيب هلأ هذا موضوع آخر، وأنا مصر على فتح هذا الموضوع. أوكي. حتى لا يقال أني عم بهرب منه، بس خليني أعملي معروف كمل. تفضل. هذا السياق اللي أنا عم بقوله اللي عم بحكي فيه، إنه رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايم ألف كتاب اسمه الحجاب حروب أمريكا السرية، ينقل عن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اللي هي CIA، بيقول إنه المملكة العربية السعودية عام 1985 كانت متورطة بمحاولة اغتيال العلامة فضل الله. صحيح. طيب طبعا. أنا بسأل، طيب عال صحيح، ولكن بالمقابل أعطيني مسألة واحدة حزب الله فيها على المستوى الأمني وعلى المستوى العنفي والإرهابي تورط بها وأدين بها، بمعزل عن الاتهامات السياسية التي تساق ضد حزب الله. ولكن المملكة العربية السعودية ست ديما لديها مسار طويل، وتحديدا منذ بدء الربيع العربي. يعني أنا دائما أطرح هذا السؤال لحتى هذا السؤال يعشعش في ذهن
كل مواطن عربي هلا على الشاشة وأنا أتوجه إلى الكاميرا إنه أيها المواطن العربي ما هي مصلحة المملكة العربية السعودية في تدمير سوريا وتمويل المسلحين بسوريا؟ حدا يفهمني. طيب إذا بدنا نقول حرية الإنسان، أنت تعلمين بأن المملكة كانت إلى جانب زين العابدين بن علي ضد الشعب التونسي، وبعد ذلك أعطته لجوءا سياسيا تحت عناوين إنسانية. بعد ذلك المملكة العربية السعودية كانت مع حسني مبارك، ثم عندما جاءت سلطة شرعية متمثلة بالإخوان المسلمين، مع غض النظر من رأينا من الإخوان المسلمين، انقلبت على الإخوان المسلمين وتحولت مصر إلى مشهد دموي هائل. أنت تعلمين أن المملكة العربية السعودية لديها موطئ قدم أمني واستخباراتي بالعراق. أنت بتعرف أنه السنة الماضية بالعراق 1000 سيارة مفخخة. طيب من الناحية المنطقية سديمة، ممكن بس ممكن أنه يعني تنظيم القاعدة راح على أبواب المساجد وجاء بالصداقات لحتى يمول هاي العمليات؟ بالتأكيد لا. بالباكستان، بأفغانستان، بلبنان. أنا فعلا هيدا محور طويل. أنا بدي فصله حتى أني محضرت له ملفات. طيب. وبدي أدعو المشاهدين أن يضلون معنا، لأنه بس موضوع ما كل الحلقة عن السعودية. لا حضرتك حضرتك بلشت موضوع السعودية. طيب. أنا بدي بلش عن الضاحية. طيب. الجنوبية وعن ماجد الماجد. بس أنا يعني مشان ما حدا يفكر أنه نحكي عن الكابتاغون كمان هلا، يعني بس حتى ما تقولوا أنه هربت أو غيرت. بس خليني يعني اتبع محور ويعني بطلب من المشاهدين انه يتابعونا، لانه حنرجع على موضوع اتهام حزب الله للسعودية، وحيكون في نقاش خلال هذه الحلقة كتير طويل حول من يرعى القاعدة، اذا كانت السعودية او جهاد حزب الله او جهاد حزب الله هو مرتبط بها. وهذا موضوع كتير كبير حيكون خلال الحلقة. حدا بقول حزب الله يرعى يعني القاعدة؟ خليني انا عندي بعض الاشياء اللي حابة ان احكيها بهذه الحلقة، ولكن خليني هلأ بالوقائع، وسنفصل كثيرا في موضوع القاعدة ورعاية لها واتهامكم للسعودية، ولكن خلينا بموضوع ماجد الماجد. في سؤال اليوم أساسي عم ينطرح، الضاحية الجنوبية، هذا الاستهداف الرابع للضاحية الجنوبية، بئر العبد، الرويس، السفارة الإيرانية، سفارة برات الضاحية تقريبا. طيب أو في هذه البيئة على يعني على أطرافها، وطبعا حارة تحريك. أمن الضاحية الجنوبية أصبح مكشوفا. السؤال الأول البديهي، لماذا؟ في اتهامات، يعني فين عم بيقول انه الجيش اللبناني مقصر، في مين عم بيقول انه في تراخي لحزب الله. هلا اسمحي لي بالاول ان اتحفظ على مقوله ان الضاحيه الجنوبيه بات امنها مكشوفا، لانه القصه مش هيك. ونحن في مثل هذه الظروف التي نعيش بها بدنا نشوف قد فشل التكفيريين من تنفيذ عمليات إرهابية، مش قد قدروا أنه يحققوا. يعني خلال فترة 6 أشهر أو سنة قدروا يخترقوا الضاحية بثلاث عمليات، بالوقت اللي هن يمكن كان عندهم 100 محاولة، على خلفية أن هناك قرار بتحويل لبنان إلى حالة عراقية. يعني في قرار بتحويل لبنان إلى العرقنة، فبناء عليه يعني الضاحية الجنوبية أمنة مش فلتين. بس هيدا ما بيعني أنه هي في أمان، لحتى ما تتقدم الصورة أنه في سيبان أمني على مستوى الضاحية الجنوبية. النقطة الثانية اللي بدنا نأكد عليها أنه لا، الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية تقوم بمهامها كاملة، ونحن لا نتهم أحدا بالتقصير، ونحن نصر على استمرار الأجهزة الأمنية بعملها كما يجب. نحن بنعرف أنه أهم دول بالعالم لا تستطيع، يعني بعالم الأمن لا يوجد منظومة أمنية أو ضمانات أمنية بنسبة 100%. هلأ مطلوب نعم إعادة النظر بالإجراءات الأمنية، مطلوب تقييم هذا الملف وإعادة دراسته والبحث عن الثغرات الموجودة فيه من أجل تلافي حصول مثل هذا الأمر مستقبلاً. إيه هذا موضوع آخر. لكن هذه النظرية بأنه حزب الله أفشل مخطط عرقنة لبنان والضاحية الجنوبية بحاجة لإثباتات. يعني الوقائع تقول بأنه قبل دخول القصير في أيار 2013 كان لبنان لا يعرف شيئاً اسمه الهجمات الانتحارية.
لا يعرف هذا المعطى. الواقع يقول بأنه مع دخول حزب الله إلى القصير أصبحنا في عداد الانفجار الانتحاري، ما بعرف إذا هو الثالث أو الرابع يعني. ولهذا السبب بس يعني أنتوا يعني حزب الله بحاجة لأن يبرهن اليوم للجمهور اللبناني بأنه حمى لبنان من هذا، يعني فعليا هو نفذ هذا المخطط أو هذه الأجندة بأن يحمي لبنان من الخطر التفجيري، لأن الوقائع تقول بأنه بالعكس ما تدخل دخل لبنان في هذا في هذه المرحلة. أنا أختلف عن الآخرين بأنه لا، أنا ما بقول أنه الأعمال الإرهابية اللي عم يشهدها لبنان ما لها علاقة على الإطلاق بما يحصل في سوريا وغير مرتبطة بدخول حزب الله على الأزمة السورية. بس أنا اللي بحب أقوله أنه هذا المشهد الذي نشهده حاليا في لبنان كان سيأتي إلى لبنان عاجلا أم آجلا. بمعنى آخر أنه مخطئ من يظن بأن دراسة عقلية التكفيريين والإرهابيين إنما تحتاج إلى بنية منطقية يقدر هيدا التكفيري من خلاله أنه يحط خريطة على الأرض ويعمل بناء على معطيات منطقية. بمعنى أنه إذا بدنا نرجع إلى أصل الموضوع، إلى أصل المشكلة، نحن نؤمن بأنه الأزمة في سوريا هي في الأساس تستهدف وجود المقاومة، ومن استطاع أن يستهدف المقاومة في سوريا لن يكون مقصرا أو متراخيا في استهداف المقاومة على مستوى الساحة اللبنانية. هذا أولا. بمعنى آخر أنه دخول حزب الله على سوريا مش فعل، هو ردة فعل على أمر كان يستهدفه. النقطة الثانية أنه أيضا يعني مخطئ من يظن بأنه الناحية الزمنية هي الأساس بالموضوع، أنه التوقيت الظرفي والزمني هو الأساس بالموضوع. طيب قبل أن تتحول الثورة السورية بين مزدوجين إلى جبهة عسكرية، طيب كلنا سمعنا يعني راح رموز المعارضة السورية صاروا يعطوا تصريحات للصحف الإسرائيلية. شخص مثل عبد الحليم خدام بقول وقت اللي نخلص من بشار الأسد نريد أن ننتقل إلى لبنان، بما يعني لأنه لبنان أنت عبد الحليم خدام ليس من رموز الثورة السورية، يعني ليس هو من الفاعلين، هو انشق عن طيب الرئيس الأسد، ولكن أكيد منه من الأسماء التي تقوم بالثورة. لا تقتصر فقط على عبد الحليم خدام، بس بمعزل عن هذا الأمر نحن يجب أن لا ننسى، يعني أنا بس اسمحي لي يمكن أطول بالأجوبة، يعني هاي أول مرة بطلع معك، من حق يعني حقي أني أحكي كتير. أكيد طيب. أكيد هؤلاء التكفيريون بيوم من الأيام دخلوا إلى العراق من أجل مقاتلة الأمريكيين. إذا بنا نجدهم يفجرون المساجد والحسينيات والأسواق ويقتلون المدنيين. هؤلاء التكفيريون دخلوا إلى سوريا من أجل مناصرة المعارضة السورية ضد النظام. إذا بنا نجدهم اليوم يقاتلون كل فصائل المعارضة السورية. طيب هؤلاء التكفيريون أيضا اليوم دخلوا إلى لبنان من أجل ضرب البيئة الحاضنة لحزب الله، لكننا سنجدهم ربما في القريب العاجل أنه عم يستهدفوا كل مكونات الشعب اللبناني. عشان هيك التعامل مع هؤلاء بمنطق نزع الذرائع ما بينفع، يعني ما هي ذريعة داعش، لأنه بالوعي باللاوعي تاعهم هول ما بدهم يسقطوا النظام. باللاوعي تاعهم بالبنية الاعتقادية هول بدهم مسألة وحيدة، مجرد أن يستطيعوا الهيمنة أو السيطرة على زاروب أو زقاق في مكان ما على وجه الكرة الأرضية يحولونه مباشرة إلى إمارة إسلامية، بيعملوا أمير وبيحطوا شخص بيسموه قاضي القضاة وبيبلشوا ينفذوا حكم الله. فعشان هيك دخولهم إلى لبنان مخطئ من يظن أنه فقط على خلفيات ضرب حزب الله، لأنه حزب الله دخل إلى سوريا. أسلم بهذا المعطى وأسلم جدلا بأنهم هني كانوا داخلين لبنان، ولكن حضرتك ما جاوبتني على السؤال الأساسي الذي هو حتى لو كانوا هني داخلين إلى لبنان، حزب الله قال أنا دخلت إلى القصير لأحمي لبنان
لبنان ككل مش بس بيئة حزب الله من خطر التكفيريين، ألم يحن الوقت لحزب الله أن يعترف أنا فشلت في هذا؟ لأنه متى دخل، يعني أعتقد من السذاجة القول بأنه اليوم حمونا من الخطر التكفيري. وبرجع بقول لك المعطى التاريخ يقول بأنه قبل أيار 2013 دخول حزب الله إلى القصير لم يكن من تكفيري واحد قد فجر في لبنان وإرهاق وعمل بعمليات انتحارية. التاريخ يقول أنه مع دخول حزب الله إلى القصير أصبح هذا موجودا في لبنان. يعني أنا عندي لازم حزب الله يعترف بفشل بمهمته. عندي طالب بالجامعة عمل امتحان أخذ 17/20. أنت بدك يعني اعتبره سائط لأنه في ثلاث علامات ما قدر ياخذهم. بمعنى آخر أنه أولا ما زال من المبكر أن نقول بأنه حزب الله فشل لأنه المعركة بعد بأولها. وأنا شخصيا بما أعرفه عن حزب الله من إمكانيات وقدرات أنا مطمئن بأنه حزب الله سوف يستطيع، يعني إذا ما بدي أقول القضاء نهائيا على الظاهرة التكفيرية بالحد الأدنى في مناطقه، سوف يحد إلى بمقدار كبير من قدرة هؤلاء على استهداف أماكن الجمهور المقاومة وبيئة المقاومة. لماذا فشل حتى الآن؟ ما كيف فشل؟ بئر العبد الرويس، كانوا بدهم يعملوا السفارة الإيرانية وحارة تحريك، كانوا بدهم يعملوا أليس دليلا كافيا على فشله؟ كانوا بدهم يعملوا 100 عملية انتحارية، قدروا يعملوا 3 عمليات. هل هذا الأمر بالمعايير الأمنية وفي ظل معركة قائمة ومحتدمة بين الطرفين يعتبر فشل ولا يعتبر نجاح؟ أين البرهان بأنهم أين البرهان بأنه كانوا حيقوموا؟ يعني هلا إذا أنا كحزب الله، إذا أنا كحزب الله عندي ملف يتضمن على إفشال 50 أو 100 عملية انتحارية كانت تستهدف لبنان، ما مضطر إنه حطه بالإعلام. أسباب معنوية وأسباب سياسية وإلى ما هنالك من أمور. بس بكل الأحوال سديمة المعركة ما زالت في أولها. أنا ما بقول إنه حزب الله يعني خلص حسم الأمر، بس أنا بقدر أقول لك بشيء من الطمأنينة، حزب الله على مستوى الأحزاب في العالم وعلى مستوى المقاومات في العالم هو الأقوى بلا منازع. يعني الخبرة الأمنية اللي عند حزب الله تتيح له التعامل أمنيا مع هؤلاء، القدرات العسكرية، البيئة الحاضنة للمقاومة. يعني لحد هلأ سمعتي حدا حمل، يعني الضاحية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، سمعتي شي مواطن تذمر أو قال حزب الله ليه عمل فينا هيك أو حزب الله هو اللي عم يعمل فينا هيك؟ فبناء عليه ما زال مبكرا الحديث. بس بحق للبنانيه يمكن بيقتل حزب الله مباشره، ما عم بتقول هيك، بس انتم ما بتحسبوا انه اللبنانيه هن كمان اللي هن خارج بيئه حزب الله، ما بتعتبرون انه هن مكون من هذا الوطن؟ هؤلاء المكونات يقولون لماذا فعل حزب الله هذا بنا. اكيد نحن بنحسب وبهمنا مصير كل اللبنانيين وبهمنا حياه كل اللبنانيين، ولكن اصابع الاتهام في هذا المجال يجب ان توجه اولا إلى الذين شكلوا بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان. يعني بمعنى مثلا، بس خليني أحكي أنه يمكن قبل هلأ قلت على هاي الطاولة مع زميلتك أنه شخص مثل الدكتور سمير جعجع لا يرى أن التكفيريين، يعني أيها المسيحيون، الدكتور جعجع لا يرى أن المسيحيين يشكلوا أن الإرهابيين يشكلون خطرا على المسيحيين في سوريا والعراق ولبنان، ويعتبر أن المسيحيين مستهدفين مثلهم مثل غيرهم. أوكي. بالوقت اللي أنا شيعي إذا استهدفت بالعراق ما مشكلة، بس المسيحي عندما تضرب كنيسة له في العراق بيحمل حاله بفلع أستراليا، كيف مش مستهدفين؟ طيب تحصل معركة بين الجيش اللبناني وأحمد الأسير، على أنه قيمة الإنسان تحصل هي معركة نفسها يا دكتور. تحصل معركة بين أحمد الأسير والجيش اللبناني، الفريق الآخر بشكل علني وواضح أبداً حيازه إلى أحمد الأسير اللي هو إرهابي التكفير. طب أنا بعطيك مثل بسيط وما زال حياً. امبارح إحراق المكتبة بطرابلس، مكتبة السائح. هؤلاء يحرضون الإرهاب ويشجعون الإرهاب، ثم من خلال مسرحية معينة يدينون نتائج الإرهاب. أنت سمعت الشيخ الرافعي شو كان عم بيقول؟ استوقفك عند مسؤول القوى الأمن الداخلي بالشمال، كان عم بيقول بالفم الملآن انه تبين خطأ انه هيدا المطران سروج
ما له علاقة. وهول الشباب من قبل غيرتهم، يعني لو فعلا هيدا الراهب أو هيدا المطران كاتب بيان أو مقال أو مؤلف كتاب، إيه ما عليش يروحوا احرقوا المكتبة. هيك كان عم بيقول، مش أنا اللي عم بقول. فبناء عليه الذين يعني هالقد الفريق الآخر لديه مسلمة واحدة ثابتة واحدة، هي نزع سلاح حزب الله، الكره للمقاومة، حتى لو أدى ذلك أن يكون هؤلاء داعشيين بالمعنى السياسي للكلمة. دكتور، بعد الفاصل بدي ناقش بفكرة البيئة الحاضنة، لماذا في بيئة حاضنة سنية لهذه الجماعات؟ بدي ناقش بالفكرة اللي حكينا فيها منطقش فيها مطولا، هي لماذا اتهام السعودية بينما في براهين دامغة بأنه مش السعودية واحدة على الأقل أقل تقدير هي اللي عم تدعم القاعدة. وقبل الفاصل باختصار، عندك مشكلة مع مقولة الدكتور سمير جعجع فليحكم الأخوان؟ أنا عندي مشكلة، وهلا أنا يعني أنا عندي مشكلة مع شخص الدكتور جعجع، مشكلة أن يكون مع كلمة فليحكم الأخوان دكتور، أن يكون بالحياة السياسية اللبنانية. هذا نقاش آخر، بس عندك مشكلة مع كلمة فليحكم الأخوان؟ مشكلة إيه؟ عندما يقولها جعجع أنا أنظر يعني إلى الخلفيات، مشكلة كتير كبيرة أنا مع أنظر الجمهورية الإسلامية أنا الإيرانية. أنظر هذا اللي حنناقشه مع بعد الفاصل. بس لا، لحتى ما الجمهورية دائما لا تنظر، يعني ما لازم ننظر إلى المقولة، يجب أن ننظر إلى من قال. عندما يقول جعجع غير عندما تقول الجمهورية الإسلامية. جعجع ما في يقول فليحكم الأخوان، بس الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيها تشجع حكم الأخوان في مصر. أنا ممكن يكون معي 1000 ليرة وأنت معك 1000 ليرة واثنيناتنا متساويين بالموقف. أوكي. بس أنا 1000 ليرة بروح بحطها صدقة من أجل فقير، بينما أنت عفوا يعني مش أنت، أكيد أي شخص أكيد آخر ممكن يروح يشتري فيها طلقة رصاص ويغتال أحد الأشخاص. فليحكم الأخوان، من يدعم القاعدة في العالم العربي؟ السعودية أم سوريا؟ والبيئة الحاضنة للتكفيريين في لبنان بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ابقوا معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى الدكتور حبيب فياض، برحب فيك عن جديد. اليوم طبعا مع موجة التكفيريين والإرهابيين المنتشرة والتي تزلزل كل العالم العربي وبما في ذلك لبنان، أصبحنا في عصر ربما التكفيريين والإرهابيين. محور الممانعة يتبنى نظرية بأن السعودية هي ممولة وراعية هذا الفكر، وبأنه هي هلأ اليوم اللي عم بتساعد على انتشارهم لبل تمولهم. طبعا ممكن بسهولة جدا القول ويمكن برهنت بأنه ليست فقط السعودية من ترعى هذا الفكر، وإنما إذا كنا نحكي بفكر الإخوان المسلمين فإيران هي من أول المشجعين له، إذا كنا نحكي بالقاعدة فسوريا هي أول يعني من أهم من مولته وتبنته. خليني بلش بفكر الإخوان المسلمين. اليوم محور 8 أذار كتير لعب على كلمة الدكتور سمير جعجع فليحكم الإخوان، يعني أنه هو اللي يعني أسس لهذه المقولة الشريرة، وكأنهم لا يعرفون بأنه إيران رسمياً تتبنى فكر الأخوان المسلمين. هعطيك مثل صغير جداً، يعني شيء صغير كتير مما يقال دائماً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. دكتور علي أكبر ولايتي الذي هو مستشار مرشد النظام الإيراني يقول، مستشار أعلى كمان. مستشار الأعلى، شكراً. مستشار الأعلى للخامنئي، الإمام الخامنئي، يقول إن الأخوان المسلمين هم الأقرب إلى طهران بين كافة المجموعات الإسلامية. هيدا مش مشكلة. يقول بأنه هناك رسالة وجهها هو وعدد من أساتذة الجامعة الإيرانية الموالين للنظام إلى الرئيس المصري، حيث دعوه إلى إقامة نظام ديني في مصر. هون بدي أقول أنه إعلامكم اشتغل على فكرة أنه في مصر هناك من يحارب الشيعة. وحول موقف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأخوان المسلمين يقول، نحن والأخوان أصدقاء ونقوم بدعمهم، وهم الأقرب إلينا عقائديا بين كافة الجماعات الإسلامية. هذا وكرر ولاية النظرة الرسمية الإيرانية بهذا الخصوص، فتحدث عن دوره مكانة إيران في الدأف في الصحوة الإسلامية. هذا شيء آخر. على العموم بلش لنا من هون،
أما قامت الأيام على الدكتور سمير جعجع فليحكم الأخوان. لك إيران راعية رسمية للأخوان المسلمين، طلبت من الرئيس محمد مرسي أن يقوم بجمهورية إسلامية في مصر. تفضل. أولا يعني حركة الإخوان المسلمين هي حركة عريقة على مستوى الإسلام السياسي يمتد عمرها ربما 100 سنة. طبعا. والعلاقات يعني إيران دائما عندما تنظر إلى أي حركة إسلامية سواء كانت الإخوان المسلمين أو غير الإخوان المسلمين، الإطار العام الذي يحكم الرؤية الإيرانية هو الوحدة الإسلامية. وأنا هون ما عم بحكي شعارات، يعني أنا لا بعرف طبعا. أنا بقول لك إنه الإمام الخميني يقول هيك بالفم الملآن، بيقول من قال أنا مسلم سني أو أنا مسلم شيعي ليس بمسلم. فبناء عليه انفتاح الإيرانيين على الإخوان إنما هو على خلفية ثابتة من ثوابت الجمهورية الإسلامية التي تؤمن بالوحدة الإسلامية. وأكثر من هيك، هلأ إذا التكفيريين والسلفيين أرادوا الخضوع لموازين العقل والأخلاق والقيم ليس لدى الجمهورية الإسلامية في التعامل معهم، يعني تماما مثل موقف الإمام علي مع الخوارج. إمام علي قال لهم للخوارج اعملوا اللي بدكم إياه، بس شغلي وحدي ما تعملوها، لكفروني أنا قبلين وأنا مستعد أن أعطيكم مال من بيت مال المسلمين، بس ما تقتلوا حدا، ما تحملوا سيف وتقطعوا رأس حدا. هلأ إيران عندما، بس قبل ما أحكي عن إيران، ولكن للأسف تجربة الإخوان في السلطة أنا بسميها وبقولها بجرأة كانت فضائحية. يعني هيدي السنة التي حكم بها الإخوان المسلمون بمصر، مش أنه تجربة فيها أخطاء، كانت عبارة عن فضيحة بجلاجل مثل ما بيقولوا المصريين. بس عندما تقول إيران بأنه نحن ننفتح على الإخوان تقول ذلك على خلفية وحدة الإسلامية، ولكن عندما أنا طلعت هذا التصريح دون غيره لأن هذا التصريح يتحدث عن تحالف ورؤية مشتركة سياسية وأجندة سياسية وليس عن رؤية عقائدية. عندما يقول بأننا أرسلنا رسالة إلى الرئيس مرسي، أصبحنا نتكلم يعني في العرف السياسي وليس العقائدي، ندعوه فيها إلى إقامة نظام ديني في مصر، هذا يعني أن هناك رؤية مشتركة ما في سياسية وأجندة سياسية لا تنعكس وتتجلى تشجع حكم الإخوان، إخوان مرسي في مصر. ما في حالي، ما في حالي الدكتور سمير جعجع، ما في حالي عقائدية إلا ولديها تجليات سياسية. يعني من باب أولى عندما تلتقين بالعقائد مع بعض الأطراف أن يكون هناك أجندة سياسية يتم العمل عليها، ومش بس الإخوان. يعني إيران حاولت أن تنفتح على السلفيين بمصر، إيران وحزب الله انفتحوا على الصوفية، عمل مؤتمر للصوفية، أمين عام حزب الله أرسل ممثلا شخصيا بهذا المؤتمر حكي كلمة. فبس عندما واحد مثل الدكتور سمير جعجع يقول فليحكم الإخوان، يتكلم على خلفية أنه بحسب هو تنبؤاته وقراءاته أن الإخوان مشروع تقسيمي في الداخل الإسلامي، عشان هيك خليهم يجوا يحكموا. وللأسف من بين المرات القليلة اللي كان معه حق فيها الدكتور جعجع هي هاي المرة، لأنه الإخوان هلأ المشهد الذي نراه في مصر حاليا جزء كبير منه يتحمل المسؤولية فيه هو الإخوان. إذن فرق كبير بين أنه إيران تدعم الإخوان كرمال الوحدة والدكتور جعجع يدعم الإخوان كرمال التقسيم. علما بس اسمحي لي كمان هناك مسار آخر، أنه كمان هيدا الفريق 14 آذار واللي الدكتور جعجع جزء منه ليس لديه ثوابت في التعامل مع مسألة الربيع العربي. أنا كنت على الإعلام مع أحد الأشخاص أوائل الثورة المصرية، كان منحازم، كان حيبكي كرمال، كان سيبكي كرمال حسني مبارك، كان عم بقول نحن مش معودين على الديمقراطية. هيدا الأمر شو بدنا فيه؟ الرئيس أمين جميل قبل فترة قليلة من سقوط النظام بمصر كان هنالك. فإذا وقت اللي انتقل 14 آذار من حضن حسني مبارك إلى حضن الإخوان على الطريقة اللي حكي فيها الدكتور جعجع، القصة ما لها علاقة بثوابت ومبادئ بمقدار ما لها. يعني أنا بدي أسأل سؤال بس هيك وخلص معاش أحكي، لا يعني تفضل. هل الدكتور جعجع لديه يعني من القيم والأخلاق والنوايا الحسنة ما يكفي حتى يكون حريصاً
على وحدة المسلمين والديمقراطية وأنه هو قلبه على الإخوان وبده إياهم أنه يحكموا. حضرتك متوقع، لا مش لإلك، لا انا ما بدي، انه انا كمحاور رح انطلق من فكره انه هو ليس لديه ما يكفي من الاخلاق انا بالنسبه لكي يقول هذا. انا بالنسبه يعني انا ما بقول لك لك، انا ما بقول لك لك. بتسمح لي بشغله استاذ دكتور؟ يعني صار منطلقهم بالسياسه قائم انه هيدا الشخص قدوه بالاخلاق، فاذا لازم ناخذ شو عم بيقول على انه مسلمات ودلائل. انا مقاربتي الشخصيه لإلي بس اسمح لي. ايه مقاربت ايه، انا الاخلاق بالنسبه لإلي اساس نقطة على السطح. إيه بس يعني اليوم عم تحكونا بالسياسة على أساس إنه هذا الشخص هو قدوة في الأخلاق، وبالتالي متى قال شيئا قناعة راسخة لديه أصبحت هذا دليلا قاطعا كقول السيد حسن بأنه كتائب عبد الله عزام هي مدعومة من السعودية. بينما في رأي للدكتور سمير جعجع، لأنه رأيكم أنه هذا الشخص منه قدوة بالأخلاق، فإذا حتى لو كان يقول قولا أنتم تشاركونه فيه ألا وهو الأخوان لازم يحكموا بمصر، أصبح أنه هذا الرأي ما بيسوى. نحن أتباع الدليل أينما ما لا يميل، هيك المقولة تاعتنا بتقول. مش كل واحد أخلاقي كلامه صحيح ولا كل واحد ما عنده أخلاق كلامه غلط، بس عندما يكون هنالك قرينة أخلاقية تدين شخص من الأشخاص بالتالي من حقي أن أضع علامات استفهام على المقولات التي يطلقوها. ولكن أنا اللي عم صوب عليه بغض النظر عن اللي قاله الدكتور سمير جعجع، ولو أنه يعني هو يقول يعني يقال بأنه هذا اقتطف، هذا هو كان عم بيقول أنه إذا الديمقراطية بتجيب الأخوان فليحكم الأخوان، هذا كان فحوى مقاله. ولكن بغض النظر عن مقاله، أنا أريد أن أشدد على هذه الازدواجية في الخطاب. أنتم تقولون بأن هذا الربيع العربي ليس بربيع عربي، هو بربيع تكفيري. انظروا ما حدث في مصر. في مصر طبعا يعني حزب يعني الأخوان أتوا بدعم من السلفيين، انظروا ماذا يفعل السلفيون بنفس السلفيين. بنفس الوقت أنتم عم تقولوا والله نحن مع الأخوان وليحكم الأخوان، وبدنا أنه نعمل إقامة دولة إسلامية في مصر. في ازدواجية رهيبة، خاصة أنه أيضا إعلامكم كتير ركز على اليوتيوب بيت والأفلام اللي بتظهر السلفيين في مصر وهم يكونون العداء للشيعة. في ازدواجية فعلا مقلقة في هذا الخطاب. هلا على المستوى الإعلامي بدك تحاسب حزب الله والمقاومة وإيران على خلفية الإعلام الرسمي، وإلا بالبيئة الحاضنة ممكن تلاقي كتير من الناس أنه بيغلطوا على المستوى الإعلامي. هلا بالنسبة لمسألة الازدواجية بالموقف تجاه الربيع العربي، نحن ولا مرة كان عنا ازدواجية. نحن دائما معاييرنا موحدة في النظر إلى كل الساحات التي مع الثورة بالبحرين ربيع. بس ضد الثورة. لا مش أبدا مش هيك. وهذا الموضوع بما أنك فتحتي لازم نكفي فيه للأخير، بس يلا نرجع له بعد ما نكفي بموضوع القاعدة والإخوان من فضلك. خلينا عم نحكي عن مصر، خلينا عم نحكي عن مصر وعن الربيع العربي. نحن اللي قلنا انه هذه الثورات كانت عبارة في البداية كانت عبارة عن صحوات إسلامية وصحوات إنسانية شهدتها بعض البلدان العربية نتيجة الظلم الذي كانت تتعرض له هذه الشعوب، ولكن في منتصف الطريق تم سرقة وتجيير هذه الثورات باتجاه أهداف مخالفة للمقدمات التي انطلقت منها. نقطة على السطح انه الشعب المصري انتفض على حسن مبارك لحتى يحقق العدالة، بس المسار الذي شهدته مصر بعد الثورة المصرية لم يأخذوا الأمور بهذا بنفس الاتجاه. برجع بقول لك بنفس الوقت إيران المستشار الأعلى للإمام الخميني عم بيقول نحن نطالب بجمهورية إسلامية. شو بدك يعني إنه بدك يعني إنه نقعد نسب الإخوان لحتى نعمل شرخ؟ يعني هيدا المطلوب؟ بدك يعني إنه نعول جاي من الإخوان والسلفية؟ في تناقض بمطرح بتقوله في رعب جاي في البعبع الإسلامي جاي. السلفيين بدك تميزي بين التكفيريين وبين الإخوان رغم الأخطاء الفاتحة التي قام بها الإخوان. بس أنا بدي لك شغلة، إذا كانت إيران، إذا كانت الجمهورية الإسلامية في إيران ما زالت إلى الآن يعني محمد جواد ظريف إلى الآن ثلاث مرات حتى بعد تفجير السفارة الإيرانية بالإعلام مد اليد إلى المملكة العربية السعودية وعم بيقول لهم أنا ناطر تحددوا لي موعد لأجي زور المملكة العربية السعودية. أوكي. إذا كانت إيران منفتحة على دول الخليج اللي هن مش إخوان مسلمين وفي خصومات سياسية فعلية بينه وبين إيران، من باب أولى أن تنفتح على الإخوان المسلمين. وهي النقطة لصالح إيران، ما بدينا أنه إيران تنظر
إلى المنطقة نظرة وحدوية قائمة على أساس مصالح المسلمين وشعوب المنطقة بعيدا عن النزعات التقسيمية. السعودية هي التي ترعى القاعدة، هي التي كبرت هذا الشبح، هذا الشبح المرعب في لبنان وفي المنطقة. ولكن في إثباتات دامغة دكتور حبيب بأن سوريا هي من أكثر من مول ودعم القاعدة. سأعطيك بعض التفاصيل. بس هاي تاني مرة بتقولي دامغة، يعني كيف دامغة؟ هعطيك إياهم. في العراق رئيس الوزراء العراقي هو شيعي حليف لإيران. هذا الرئيس الوزراء الشيعي الحليف لإيران رفع شكوى إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن بتاريخ 9 آب 2009 يقول فيها بأن سوريا هي المسؤولة عن التفجيرات التي قامت بها القاعدة في قلب بغداد. الشكوى موجودة وموثقة في الأمم المتحدة. هذا تفصيل صغير. هأعطيك رئيس وزراء آخر، جلال طالباني، انبح صوته هو ويقول إنه الأسد ونظام الأسد هو من يرعى القاعدة وتفجيرات القاعدة. الكاتب كاميران قرداغي اللي هو كان مستشار الرئيس جلال طالباني بتاريخ 1 سبتمبر 2013 يكتب مقالا في صحيفة الحياة. يقول كاتب هذه السطور: كان يحضر بحكم عمله اجتماعات المجلس السياسي ويعلم أن موضوع الإرهاب القادم من سوريا والمدعوم من نظام الأسد كان يثار في كل اجتماع للمجلس السياسي في تلك الفترة. في اجتماع المجلس بتاريخ 27/1/2007، قلت لك دامغة لأنه في أشياء موثقة، تحدث الرئيس جلال طالباني عن زيارته ونتائجه إلى دمشق، يشير إلى أن طالباني كان يردد دائما إلى أنه لا يرغب في انتقاد السوريين علنا أمام وسائل الإعلام، مفضلا أن يثير معهم شكاوى العراق وجها لوجه، وهذا ما فعله في لقائه مع الرئيس الأسد. وقال: قلوبنا مجروحة بسبب الأعمال الإرهابية التي تقوم بها القاعدة والتي يدعمها نظامكم يا سيد الرئيس. وعده السيد الرئيس الأسد بأنه سيسعى إلى أن يرى هذه اللائحة التي قام اللي أعطاها واللي فيها اسم أساسي هو حارث الضاري. وعد الرئيس الأسد. ويقول الكاتب: الأسد وعد بأنه سيفعل ذلك على العين والرأس، لكن ما إن غادر طالباني عائدا إلى بلاده صباحا حتى استقبل الأسد مساء حارث الضاري أمام الإعلام. تفضل. طيب، أول نقطة يجب أن نميز بين استخدام حدود دولة معينة وبين أن الدولة المعينة هي التي ترعى الحركات الإرهابية العابرة للحدود. يعني هلأ في ناس بيروحوا من لبنان على سوريا لحتى يفجروا، ما فينا نقول إنه لبنان يرعى هذه الحركات. نعم كان لما يكون هناك الرئيس الأسد شخصيا عم يحكي معه الطالباني للأسد. أنا سمعت للأخير يعني كنت قادر علي علين وحدي وحدي. طيب فبناء عليه نعم يجب أن نعترف أن الحدود السورية العراقية كانت معبرا للتكفيريين خلال فترات متعددة من عمر الأزمة العراقية، بس إنه سوريا هي التي رعت هؤلاء وهي التي أرسلت بهؤلاء حتى يقوموا بأعمال عنفية وإرهابية بالعراق، هذا الأمر يفتقد إلى دليل ولا يكفي التصريحات. يعني اللي بقولك استقبلوا لحارث الضاري الرئيس قدام الإعلام. طيب ما أنت عم بتقول المالكي رجل إيران. إيه؟ أنا أتهم نور المالكي بأنه في هذا الكلام هو مخطئ، وهو يحاول من خلال هذا الكلام، لأنه هلأ بنصير بنفوت بالوضع العراقي الداخلي. نور المالكي دائما كان لديه مجموعة كبيرة من المشاكل التي حالت دون أنه يقدم نفسه كرئيس وزراء ناجح. طب وجلال طالباني الاستراتيجية يعطيتك 2 بدل 1. الاستراتيجية حتى جلال طالباني، يعني النزعة الانفصالية اللي عند الأكراد هي اللي كانت تحكم كل المواقف إزاء الأزمات اللي يطلقها زعماء الأكراد بالمنطقة. وما حدا يتصور أنه العلاقات بين كردستان العراق والسوريين هي علاقات جيدة، بس خليني كفي الفكرة. فبناء عليها أنا نور المالك عطولي مش رجل إيران. أنا عبقلك هيدا الرجل الإيران اللي حكي هيدا الموضوع هو مخطئ، هو يريد ترحيل الأزمة. ما قدر يضبط الأمن، ما قدر يضبط الأمن الداخلي. وعد الناس خلال حملته الانتخابية بالقضاء على القاعدة والتكفيريين بالعراق، ما قدر
ملأ غير الشماعة السورية طبعا، بالإضافة لأنه كمان نوري المالكي بمراحل معينة اتهم المملكة العربية السعودية. فلا بدنا ناخذ كلام المالكي تجاه سوريا حجة بينما كلام المالكي تجاه المملكة العربية السعودية. كان على علاقة جيدة مع الرئيس الأسد أو لا يا دكتور؟ ما بعرف صراحة، يعني ما بعرف. حتى بالمقال مبيني عم بيقول ما بدي أقولها بالعلن، أنا عم بيقول ما بدي أقول بالعلن أنه سوريا يعني عم ترعاه، بس المجالس الخاصة عم تفضح لك أنه كان عم بيقول له. هلأ إذا أنا كتبت مقال، يعني هلأ نزل مقال بإحدى الصحف اللبنانية عن محضر الجلسة التفصيلي بين الرئيس سليمان والملك السعودي، الفريق الآخر قال أنه ما في دليل على أنه هاي الحكي صحيح، ما فينا نبني وقائع دامغة. يعني تتبنوا منطقهم؟ ما فينا، لا مش نتبنى منطقهم، عم نحاربهم بمعاييرهم. بمعنى آخر ما فينا نبني وقائع بناء على مقالات. هلأ ليه المملكة العربية السعودية؟ وهون جوهر السؤال، ما بعرف إذا بدك هلأ نفوت فيه ولا بعد شوي. طيب. نفوت على المملكة العربية السعودية. طيب حضرتك ما بدك تقول، ما بدك تاخذ انه اللي عم بيقوله نور المالكي والشكوى الرسميه اللي تقدم فيها الامم المتحده بانها دليل دامغ، ما بدك تاخذ محاضر موثقه بين الرئيس الاسد والرئيس طالباني بان ادله دامغه. طيب حارث الداري تعرفه؟ ايه طبعا. قيم هذه الشخصيه من فضلك. قولي لي شو بدك تسأليني عنه لقيم لك. بس أنا اللي بعرفه هو متعارف عليه. أنا أطلع لك خطاباته لحارث الضاري، يكون العداء للشيعة، متهم بالكثير من العمليات الإرهابية التي قام بها العراق. صحح لي معلومات صح أو لا؟ لا مزبوط. استقبله عدة مرات رسميا أمام الإعلام الرئيس بشار الأسد، حلل وناقش. طيب الشيخ سعد الحريري اتهم إيران بأنها تسعى إلى ضرب الاستقرار والأمن بالبحرين. الشيخ سعد الحريري اتهم إيران بأنها تريد نقل بيئة الإرهاب إلى لبنان. طيب بنفس الوقت الشيخ سعد الحريري راح على إيران واشترى سجاد وكافيار وعبى الطيارة وإجا. حل الوناقش. لا شو خاصة، أنا عم بقلك في شخصية كافيار إرهابي. لا عم بقلك الرئيس دليل بيستقبل كان راعي حارث الضاري. أنا عم بعطي دليل أنه راح. إذا قعد بشار الأسد مع حارث الضاري يجب أن يكون كل ما يقوم به حارث الضاري هو تحت رقابة ووصاية وأوامر رئيس الأسد. يعني هذا مش كان منطق. كان ماكثا في دمشق يا دكتور. قصدي وإن كان كل الوقت قاعد بدمشق كان يستقبله أمام الإعلام. بعدين رجع على العراق. طب أنتم كيف تقبلون بأنه حليفكم؟ طيب اللي عم بيقتل طيب الشعب العراقي بيستقبل. أنا بدي أسأل سؤال، في خصومة تاريخية بين بعثي العراق وسوريا ولا لا؟ طبعا. طيب كل البعثيين العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي إجوا على سوريا، هاي شو لها علاقة بهاي؟ ما فينا نتعامل مع الملفات السياسية والقضايا السياسية الإشكالية على قاعدة أنه أنا قاعد على الكرسي والكرسي على الأرض، إذن أنا على الأرض. طيب أنت هيك عم تحاكميني، عم تقليلي أنه قاعد بسوريا وراح التقى بالأسد، إذن أنا ما قلت لك الأسد داعم للأفعال والممارسات التي يقوم بها. طبعا الرئيس الأسد يستقبله بس أنا بشكل دوري حارث الضاري، شو تفسيره؟ يعني لا أعتقد أنه هي لعلاقات اجتماعية، عم تحكي لا. عن شخص نحن مشتبه بأنه ينتمي إلى القاعدة عم يستقبله رئيس دولة حليفة لإلكن شبه دوريا. أعطيني التفسير لإلها شو معناتها هاي. طيب وليد جنبلاط قال عن الرئيس بشار الأسد بأنه قرد لم تلده مدري مين، يا قردا لم تلده القرود ويا مدري مين، وبعد منا راح قعد معه. اعطيني تفسير لإله. بعطيك تفسير كيف قبل؟ ايه كيف قبل؟ انه طيب كان يعني الشيخ كان سعد الحريري بتصريح لصحيفة الحياة يعني مش بمئات التصاريح اتهم سوريا بمقتل أبيه، بعدين راح نام بغرفة النوم تعيت الرئيس بشار الأسد. اعطيني تفسير لإله، حل الوناقش. لا لا أكيد بالسياسة هاي بتصير دكتور. هيدا معناته انه في هذه المرحله لما كان عم بيسب في سوريا طيب كان ضد سوريا صح طيب او لا؟ لما طيب رجع صار مع سوريا، صار مع سوريا. هذا معناته انه لما بشار الاسد كان عم يستقبل حارث الضاري كان مع حارث الضاري، كان يتبنى ما يقوم به. اذا بعدين بطل معه معناتها بهاي المرحله بطل معه. انت بتعرف انه علاقه ايران مع طالباني كتير منيحه. نعم. وعلاقه ايران مع بارزاني مش منيحه. ها بالوقت اللي بارزاني زاير إيران أكثر من طالباني، هاي ما خاصة بهاي. بالعكس أحيانا التباين بالرؤى
والتباين بالمواقف والتباين بالسياسات يستدعي التواصل مع الفريق اللي بنتباين معه أكثر ما أنه نتواصل مع الفريق اللي بنختلف معه. هاي بالسياسة هيك. بس كمان يعني في مشاهدات لما يكون يعني دائم أنا بدي أسألك سؤال. بسألك سؤال يعني هيك مثل بسيط. مثل بسيط، تواصل حزب الله مع حركة أمل أقل بكثير من تواصل حزب الله مع الوزير جنبلاط. لأنه مع حركة أمل ما في ضرورة يقعدوا متفاهمين. بس مع الوزير جنبلاط في تباين بالآراء عشان هيك بدهم يقعدوا. قبل ما آخذ الفاصل، نحن أو يعني الرأي الآخر يا يفيد بأنه اليوم بس لأختم شغلي بالنسبة لحارس الضاري. أنه نعم هناك نقطة التقاء بين النظام السوري وبين بعض الجماعات السنية ومنهم حارس الضاري بالعراق، ألا وهي الاحتلال الأمريكي بالعراق، اثنيناتهم كانوا متفقين على مواجهته. صحيح صحيح، طبعا هو كان ضد الاحتلال الأمريكي للعراق. والمالكي هو ضد حارس الضاري اللي هو ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، والمالكي هو مع إيران. على العموم المالكي كتير غلطان. أنا هلأ مسافر على العراق على فكرة، يعني عم بحكي هيك ومالكي سياسته. لأختم هذا الموضوع باختصار، اليوم يعني أعداء سوريا أو أخصام سوريا يقولون لهم نظرية واضحة بأن سوريا ترعى ورعت القاعدة، إن كان من خلال عم نعطيك يعني شكوى نوري المالكي، عم نعطيك جلال الطالباني لما انبح صوته هو ويقول هذا النظام يرعى القاعدة، إن كان من خلال أيضا يعني هذه المصادفات بأنه النظام السوري أفرج عن الكثير من يعني سجناء القاعدة في سجونه ويعني أعطاهم حريتهم، ومنهم طبعا شاكر العبسي اللي اختفى فيما بعد. أعطونا دلائل بأنه هلأ السعودية هي اللي عم تدعم القاعدة، مع العلم أنه السعودية هي التي تعاني من القاعدة في عقر دارها. هلأ النظام السوري ما بيعاني من النصرة وداعش بعقر داره. أنا بحكي بمرحلة أنا كتير واضح سؤالي. أنا عم أقول لك بمرحلة سابقة كتير غزو القاعدة بشكل كتير أوضح. هل سوريا أرسلت في يوم من الأيام ما يسمى المجاهدين العرب من أجل تحرير أفغانستان من من الاحتلال السوفيتي؟ لا. القصة بلشت هناك. هل المملكة هناك العربية أرسلت؟ طبعا هن طيب. هاي أي ملك أرسلت؟ هاي ها؟ أي ملك أرسلت؟ أيام الملك فهد هو أرسلت؟ معروفة إيه، كان وليا للعرب. مين وثق هلأ بدي كلك إنه شو كان لابس وشو كان عم ياكل؟ مين وثق؟ هو مين قاعد وقت اللي بعتون؟ والله هاي ما بعرفها، يعني هاي صعبة علي. بس موثق بأنه أسامة بن لادن بدأ بهذا التنظيم. أسامة بن لادن مطلوب من المملكة العربية السعودية. أقري كتاب بول فيندلي من يجرؤ على الكلام، حاكي بكتير من هاي الأمور. حكي أنا ما عن بدي علاقة بين أسامة بن لادن والمملكة. بس خليني عفوا ارسم مسار للنقاش، ارسم مسار للنقاش. هناك توافق أمريكي سعودي على طرد الاحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان. أكيد. أرسلوا ما يسمى بالمجاهدين العرب. بعد ما طلع الاتحاد السوفيتي ظل هؤلاء تحت الوصاية السعودية بدليل. هل هناك أحد يشك بالوصاية والعلاقة القائمة على أساس التوأم والاحتضان بين حركة طالبان وتنظيم القاعدة؟ مش هن اثنين؟ لا أكيد لا. أصلا الملا عمر وهذا موقف يسجل له قبل أن تسقط جمهورية أفغانستان أو ولاية أفغانستان الإسلامية بس لحتى ما يسلم أسامة بن لادن عام 2011. طيب هون السؤال بيجي أنه بمجرد أن استطاعت قوات طالبان في التسعينيات بالانقلاب على قوات تحالف الشمال الأفغانية واستطاعت تأسيس دولة، انت بتعرف مين هن الدولتين الوحيدتين بالعالم اللي اعترفوا بدولة طالبان بأفغانستان؟ هن السعودية أولا والإمارات ثانيا. وبعدين مش انه كرت الصبحة بعدين ما حدا اعترف. طيب هذا الاعتراف وفق طريقة الأدلة الدامغة ألا يشكل يعني إنه السعودية عندها علاقة مع طالبان بس ما عندها علاقة مع القاعدة؟ بس خلينا نبسط الموضوع كرمال المشاهد من الناحية العملية. تنظيم القاعدة ليس تنظيما على الطريقة الكلاسيكية بالعالم. أكيد. يعني مش مثل التنظيمات العالمية، مش مثل تنظيم الإخوان أو تنظيمات أخرى. بمعنى يكفي أن يكون هنالك مجموعة من الناس في بلد معين تلتقي على فكر القاعدة وتتبنى فكر القاعدة. هاي اللي مش أنا عم بقول هيك، أيمن الظواهري قال هيك،
وبالتالي هؤلاء اتخذوا منهم شخصا أميرا وبايعوه. هؤلاء أصبحوا أوتوماتيكيا وتلقائيا من متفرعات القاعدة ومن مشتقات القاعدة. يعني هلأ إذا في 100 شخص بالمغرب آمنوا بفكر أسامة بن لادن ونقوا شخص أمير بيصيروا قاعدة. أكيد. لا طيب. هون عملية الاختراق بتتم. إنه هلأ نفترض نحكي عمليا، في إمام مسجد خطيب ومفوه ولديه القدرة على التأثير بتونس أو بمصر أو بسوريا أو بالأردن، وهذا الشخص كل يوم يحض الناس والشباب على الذهاب مثلا إلى الدولة المستهدفة اللي هي سوريا، وهذا الشخص بنفس الوقت مرتبط بشخص يأتيه بأموال، وهذا الشخص مرتبط بجهاز المخابرات السعودية. طيب إمام المسجد يمكن ما بيعرف إنه اللي عم بيحركه المخابرات السعودية. طيب قام جمع من هاي البلد 100 شخص وأمن لهم أموال وأمن لهم وسائل عملية وأمن لهم إمكانية الانتقال إلى البلد، وأهم من هيدا كله أمن لهم حور عين يناموا معهم وغدا مع النبي سلفا وقت اللي هن يروحوا يقاتلوا. بس طيب أوكي. لحظة، شو اللي بيمنع، شو اللي يعني إنه أين هي مبدئيات وأخلاقيات أمراء وملوك المملكة العربية السعودية حتى لا يقوموا بمثل هذا الأمر؟ أنا هلأ بدي أسألك سؤال لإليك. هلأ لأنه برأيكم ما عندهم هالأخلاقيات وبالتالي هذا أصبح دليلاً أنه عم يرعون؟ في يجب النظر دائماً إلى سوابق، يعني في ثلاث أمور هي المعيار. في عنا السوابق، والمملكة العربية عندها سوابق مثل متفجرة بئر العبد، لا بدهم يقتلوا العلامة فضل الله. حدا يفهمني عام 1985 هاي القصة مش نظرية ولا فرضية، هاي حقيقة. انه ايها اللبنانيون ايها العرب، السعودية شو إلى مع شخصية اعتدالية مثل العلامة فضل الله بدهم يقتلوا؟ يعني أنا كمان في عنا ثلاث أمور، عنا السوابق وعنا الدوافع. العلامة محمد حسين فضل الله لم يتهم السعودية، اتهم المخابرات الأمريكية. على حد علمي صحح لمعلوماتي، هو لم يتهم السعودية، اتهم مباشرة المخابرات الأمريكية. فبالتالي أنا سأرتكز على ما يقوله العلامة محمد حسين فضل الله. يعني السعودية ما حاولت تغتاله؟ بلا. أنا بعرف شو بيقول السيد محمد حسين فضل الله. أنا عبقلك، وفيما بعد حاولت المملكة العربية السعودية استرضاء العلامة فضل الله بأي شكل من الأشكال ولكنه رفض. طب العملية ليه ما اتهمها؟ هو حكي عن أجهزة استخبارات إقليمية وسمى الأمريكية. لأنه العلامة فضل الله رائد الوحدة الإسلامية، العلامة فضل الله رجل الاعتدال، العلامة فضل الله رجل عقلانية. أنه أنا كشيعي كمرجع شيعي ما في مصلحة عملية أوتر الأجواء وأثير الاحتقان بين المسلمين ومتهم أهم دولة إسلامية بأنها حاولت اغتيالي. بس عمليا هاي المسألة موثقة ودامغة. سديمة، أنا اللي عم بقوله أنه بهيدا الموضوع الثابت لدينا أن المملكة العربية السعودية أوغلت بدماء الكثير من المسلمين، ولكن لم يثبت لدينا، وطبعا عم بحكي باسم الشخصي أحتمال، لم يثبت لدينا أن المملكة العربية السعودية تورعت أو تراجعت عن هذا الأمر، بدليل أنه من الناحية المنطقية والوجدانية والإنسانية والعملانية والأخلاقية اللي عم بيصير بسوريا أمر يندى له جبين الإنسانية. في رجل براسه عقل بيطلع بيقول كل العالم بده جنيف 2 ويحل المشكلة السورية بالحوار، بيقول أنا سوف أظل أرسل السلاح والمقاتلين إلى سوريا. حدا بيعملها؟ وزير الخارجية السعودية عملها. طيب بأي منطق؟ أيها العرب أيها المسلمون، بدي ضل كرر السؤال، أين مصلحة المملكة العربية السعودية بتدمير سوريا؟ حدا يفهمني شو لهم بسوريا؟ حقوق الإنسان السعودية اللي فاتت بسوريا، الحرب الثوري الإيراني في سوريا، نحن عم ندافع في سوريا، والدمار بحاجة لطرفين يا دكتور، منه بحاجة لطرف واحد. الدمار بحاجة لطرفين، ولكن الجنون والخصة والدناءة والضعة تكون موجودة غالبا عن طرف لازم واحد. لازم اخد بريك ومن بعده حفوت على الموضوع اللي حضرتك طرحته، البيئة الحاضنة. لماذا اليوم في لبنان هناك بيئة حاضنة للانتحاريين؟ مشاهدينا ابقوا معنا.
عودة إلى نهاركم سعيد وإلى الدكتور حبيب صياد، أهلا وسهلا فيك عن جديد. في لبنان كما ذكرتم في مشكلة أساسية هي البيئة الحاضنة لهؤلاء الانتحاريين. في سؤال أساسي هنا يطرح نفسه، ليه في بيئة حاضنة سنية تحديدا دون غيرها لهذه الانتحاريين؟ سوف أفسر السؤال أكثر. بلبنان على مدى تاريخ الدولة الحديثة في لبنان منذ 1920 السنة لم يحملوا سلاحا. صار في عدة استحقاقات مفصلية بالسلاح في لبنان، ربما كان السنة معنيون بها وبقضيتها أكثر من أي طرف لبناني آخر، ومع ذلك لم يحملوا السلاح. يعني حأعطيك تحديدا، سنة 58 كان الاجتياح الناصري في أوجه بالمنطقة، مين حمل السلاح عن عبد الناصر بلبنان؟ الدروز وليس السنة. نفس الشيء بالخمسة وسبعين كان في حرب أهلية لبنانية، عنوانا الأساسي الإصلاحات الدستورية والتكافؤ بين الطوائف. الطائفة الأساسية المعنية كانت هي السنة، لأنه هي اللي كانت يعني رئاسة الحكومة فيها ما عندها الصلاحيات الكافية، ومع ذلك السنة لم يحملوا السلاح. حمل الدروز، حمل الشيعة، حمل المسيحيون. بس مبلا كان يعني لازم تاخذ المرابطون يعني مش بس طيب انه حركه ست شباط وشاكر البرجاوي كان طيب، بس كان العنوان الاساسي للحرب اللبنانيه بشكل عام، بس العنوان الاساسي للحرب اللبنانيه ما كان بالمسلح الشيعة، لكن كمان ما حملوا سلاح. كيف ما كان في منظمه شيعيه بالحرب الاهليه اللبنانيه اسمها منظمه شيعيه؟ المحرومين، حركه امل، حركه امل، سيد موسى الصدر، قصدي حركه امل انكشف امرها مؤخر يعني بعدين، بعد ما كانت مبلش الحرب الأهلية ولم تنخرط. أنت عم تحكي بمرحلة ما بعد 85، أنا يعني أنا اللي بذهني مرتبط مباشرة بس بمرحلة أوكي، ولكن بشكل أساسي تسلح الشيعة يعني فيما بعد، ظهر البعد الشيعي بالحرب الأهلية ب 83 نتيجة التحالف، ما بدي سميه درزي شيعي، تحالف جنبلاط بره بانتفاضة ست شباط. بس بشكل أساسي كان يعني بال 58 السنة ما حملوا سلاح، يمكن كل بيت ببيروت كان حاطط صورة عبد الناصر ببيته، ومع ذلك لم يحمل السنة السلاح. بال 75 طب ما كان تمام سلام، وكان رشيد كرامي، وكان رشيد الصلح، كانت كل هذه القيادات غير مسلحة. بعدين ظهر المرابطون اوكي، بس يعني كان تفصيل في المشهد. حركة التوحيد كمان، جند الله، بس السؤال، بس هذا كمان حالة كانت يعني طرابلسية مش عامة في لبنان. السؤال ما بتسألوا حالكم ليه اليوم السنة تقريبا بكل لبنان، بصيدا، بطرابلس، يحكي عن محاور في طريق جديدة اليوم، ليه السنة تسلحوا؟ أليست هذه إجابة كافية ومباشرة على الإقصاء الذي مارسته 8 آذار بحق السنة اللي قدام كل هالكبت قالوا خلص بدنا نتسلح؟ أنا برأيي في ثلاث أنواع من البيئة الحاضنة. في بيئة شعبية حاضنة مثل البيئة اللي بتحضن حزب الله، في بيئة أمنية حاضنة مثل السعودية ما بتحضن القاعدة ضمن معطيات استخباراتية معينة، في بيئة سياسية حاضنة. التطرف في لبنان ليس محتضنا شعبيا من قبل الطائفة السنية. أنا شخص بعلم بالجامعة اللبنانية، وأحيانا أنا بضطر أطلع على طرابلس، أو عندي زملاء بطرابلس أو على البقاع لأسباب إدارية وأكاديمية. هناك استياء لا يوصف بالوسط السني مما يحصل حاليا، لأنه الذي يدفع الضريبة بشكل أساسي عما يحصل في الشارع السني هن الناس العاديين. نعم هناك بيئة سياسية حاضنة. وهلأ برجع للي كنت عم بقوله، أنه شخص مثل أحمد الأسير عندما تتم تغطيته مثل يعني ما بدي أسمي بس بشكل عام من قبل تيار المستقبل، شخص مثل شادي مولوي وقت يطلع بسيارة رئيس الحكومة وهو على صلة بالإرهاب وعلى صلة بالقاعدة كرمال حسابات ضيقة، شخص مثل أشرف ريفي يصار إلى فرط عقد الحكومة حتى يمدد له، ولأنه لم يمدد له يوم الرئيس مئاتي بيستقيل، شخص مثل رئيس بلدية عرسال مطلوب بمذكرات قضائية، 5 مرات تم الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال، مش بس اعتداء، تم التمثيل بالجثث. شخص مثل
ما بدي هلأ طول يعني طول المسألة، ولكن بشكل عام أنا اللي بقدر أقوله أنه تيار المستقبل تحت عنوان القدرة على مواجهة المقاومة وسلاح المقاومة يريد خلق هامش من التطرف السني الإرهابي من أجل إيجاد التوازن، بحيث أنه هو بريء. طب أنا بسأل سؤال، أنه مجزرة مثل مجزرة حلبة إذا مضطر أنه تيار المستقبل يعملها على خلفية 7 أيار، والله بيجيب ناس تحت عنوان أولياء الدم بطرابلس يقوصوا العالم، هنو ماشيين على الطريق، شو بيفضل؟ لا، بيفضل أنه ساعتها يستنيب أشخاص ويختلق جماعات. أنت بتعرفي قد ايه كلفة كل معركة بيصير بطرابلس؟ بتعرفي سعر قذيفة الار بي جي قد ايه لحالها؟ $1,000. انت بتعرفي كل ليلة بيصير فيها اشتباكات على محور التباني جبل محسن بتكلف $1,000,000؟ طب انا بسأل هون من وين بيجيبون؟ ما بعلم العالم اللي عم بتقاتل ما معها تشتري، يعني ما معها تاكل، قصدي ما معها تاكل. فاذا هاي اللي عم تسميها بيئة شعبية حاضنة، انا بسميها بيئة سياسية حاضنة، لانه بعود بأكد لك انا ما عم بقدر افهم كيف النقطة الثابتة الوحيدة والمركزية لدى الفريق الآخر هو سلاح المقاومة. غير هيك شو ما كان ما علي شيء، تجي القاعدة، تجي التكفيريين، يتدمر لبنان، بيئات متطرفة، علاقات مع مين بدك، مع الأمريكان، مع السعوديين، رهان على خيارات إسرائيل. المهم أنه يا عمي وين العقدة يا دكتور؟ لبنان مستباح أمام التهديدات الإسرائيلية. أنا معك، سأسلم جدلا أنه تيار المستقبل استثمر في أحمد الأسير، سأسلم جدلا تحت طبعا يعني خط أحمر جدلا، ولكن السؤال الذي طرحته في البداية هو واللي لم ألمس إجابة شافية عليه، هو ليه طلع هذا التطرف في لبنان؟ برجع بعطيك تاريخ هذه الطائفة. هذه الطائفة هي طائفة معتدلة لم تحمل السلاح، بعز دين الأوج الناصري. ما طلع ميني عبد الناصر بلبنان ليه؟ بعز دين أوج القاعدة والتفكير السلفي بده يطلع في ميني قاعدة بلبنان، مش لأنه في كبت؟ ليه طلع أحمد الأسير بعد 7 أيار؟ ليه ما كان في أحمد الأسير قبل 7 أيار دكتور؟ طيب مش لأنه الكبت والإقصاء هو الذي يولد هذا التطرف؟ بدي أعطيك هالمرة إجابة شافية. تفضل. في مسار بدنا نمشي فيه. أنا صوتي كمان راح. سلامتك. يعني الله يسلمك. في مسار بدنا نمشي فيه، في قضية مركزية بالوطن العربي اسمها القضية الفلسطينية. هاي القضية كان من المفترض أن يتم رعايتها والعمل على حلها من قبل الدول العربية. أبرز الدول العربية هن مصر والسعودية. مصر خرجت من الصراع العربي الإسرائيلي، بقيت السعودية. السعودية على مدى عقود طويلة لم تقدم أي شيء على الإطلاق للقضية الفلسطينية، بحيث بقي الفلسطينيون في الشتات والمخيمات في حالة يرثى لها، علما أن الإمكانات الهائلة لدى المملكة العربية السعودية كانت ستسمح لها فيما لو حاولت أن توفر الحد الأدنى من الحلول للأزمة الفلسطينية، وعلما أيضا أن المملكة العربية السعودية كانت على الدوام مرتمية بالحضن الأمريكي الراعي للإسرائيلي المعادي للفلسطيني. طيب، بدءا من عام 79 اجت الثورة الإسلامية بإيران، رفعت لواء فلسطين. بدءا من عام 82 انطلقت حركة مقاومة في لبنان على صلة بإيران، واستطاعت أن تثبت أمام العالم أنه يمكن القيام بعمل ما من أجل محاربة إسرائيل والقضية الفلسطينية. أنا بعطيك تحليل الشخص، هيدا الأمر فضح العجز والتواطؤ السعودي فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، بحيث أنه ليس من قبيل الصدفة. أنت بتعرفي لو 10% من الإمكانيات والاهتمامات اللي حاطتها السعودية بسوريا لو حاطتها بفلسطين كنا حررناها؟ أنا بسأل أين هي القضية الفلسطينية على الأجندة السعودية؟ دائما بسأل هيدا السؤال. هلأ بدي وصل أين هي على الأجندة السورية؟ طيب هلأ بدي وصل كمان على الأجندة السورية. أنا بدي وصلي، وإذا بدك من الأخير، أنا أدين عدم فتح النظام السوري للجبهة
السورية على الجولاني منيح لحتى نكون منطقيين وواضحين. طيب عادة يعني هاي البقعة هاي المنطقة هي مثل الجسم، عندما يتعرض الجسم لضعف بالمناعة بتبين آثار المرض، بتبين بالأماكن الأكثر ضعفا. بكل وضوح الاستياء السعودي والانزعاج السعودي والإصرار السعودي على مواجهة على مواجهة إيران والمقاومة والحقد السعودي على ما فعلته المقاومة بيّن وتفشى بالساحة اللبنانية. لا، لأن الساحة اللبنانية هي الخاسرة الرخوة التي تستطيع المملكة العربية السعودية من خلالها أن تحرف هاي المسيرة عن توجهاتها الأساسية. اسمح لي دكتور حبيب بدليل. طب أنا بسأل سؤال دكتور حبيب، بسأل سؤال وجدانيا ومنطقيا. هلأ يمكن أمام 100 مليون عربي، أنه أيها العرب شو بدكم أنتو، حرب بين إيران وأمريكا ولا بدكم سلام بين إيران وأمريكا؟ طب ليه المملكة العربية السعودية منزعجة من التفاهم الإيراني الغربي على خلفيات المسألة النووية؟ حدا يفهمني. طيب أنا بسأل سؤال، السعودية بدها مقعد على طاولة 5+1 مع إيران، قال إنه هي طرف إقليمي ومن حقها مثل ألمانيا، يعني المجموعة العربية من حقهم مثل ألمانيا زائد 5 إنه تقعد معهم. طب أنا بسأل سؤال، قبل الآن انعمل الرباعية العربية لحل المشكلة الفلسطينية اللي كانت مؤلفة من روسيا والأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي، لما طالبت المملكة العربية السعودية؟ حأرجع لك على هذا الموضوع في رئيس الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية. بس بنتب يعني رجاء لحتى ما نعمل مشكل بتهذيب و احترام. رئيس الدائرة الإعلام الداخلي في القوات اللبنانية مارون ومارون، هارك سعيد، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح النور، نهارك سعيد في الديمة لإلك ولضيفك ولكل المشاهدين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. تفضل، في عندك رد على دكتور حبيب؟ رجاء بداية بدي أقول لدكتور حبيب أنه يعني نحن مثال بالتهذيب والأخلاق، ومش قبل ما أطلع على الهواء بيقول بعد ما يكون الهواء مفتوح له على مدى ساعة ونص بيقول انه رجاء بتهذيب، مش هو اللي بيعطينا دروس؟ لا، لانه قبل ما صارت قصة انت على نفس هاي الطاولة. اذا بتريد في الديمة ما يقطعني انا الهواء لإلي وهو البلاتو كله معه ساعة ونص. تفضل. اذا كانت القيم والاخلاق مرتبطة بنظركم يا دكتور فياض بدعم نظام القتل والاجرام السوري، فنعم القيم والأخلاق ونعم التقييم. الدكتور سمير جعجع شئت أم أبيت هو أحد أركان اتفاق الطائف يلي نقل لبنان من ضفة الحرب إلى السلم، وهو راعي أساسي وداعم للسلم الأهلي ولقيام دولة المؤسسات. هو يلي دفع ثمن معارضته لنظام الوصاية والهيمنة سجنا واعتقالا لمدة 11 سنة و3 أشهر، لا لشيء إلا لأنه لبناني أصيل رفض المساومة ورفض التخلي عن المبادئ والثوابت. في عندك رد على نقطة سياسية معينة؟ نعم. أما بالانتقال إلى مقولة فليحكم الإخوان، هي كمان يقول لا إله، لأن الدكتور سمير جعجع قال بوضوح، وأنا بدعي لدكتور فياض انه يقرا المقابله يلي اجراها الدكتور سمير جعجع مع الصحافي نادر فوز بجريده الاخبار، يقراها كامله من المعيب انه نطلع ونجدرئ على الهواء قدام ملايين المشاهدين. الدكتور سمير جعجع نعم تفضل حكي عن الديمقراطيه، انه اذا الديمقراطيه اوصلت الاخوان فليحكم الاخوان ضمن ثلاثه معايير: حقوق المراه، نظام اقتصادي حر، ونظام تعددي. ذكرنا هذا خلال المقابلة يعني. نعم، إنما دكتور فياض لم يأتي على ذكره. طيب. أما زر الرماد بالعيون ولصق التهم فهي لا تساعد لا على الخروج من الأزمة ولا تساعد في بناء الأوطان. أما إذا في من مشكلة مع الدكتور فياض بينه وبين الدكتور سمير جعجع، أنا بطمنه أنه هيدي المشكلة السياسية رح تزيد ورح تزيد كتير. بتطمنه هي؟ طبعا، لان بهيدا النمط من التعاطي هيدا ما بيوصل لا الى بناء الاوطان ولا الى خروج من الازمه.
بتحب تزيد شيء استاذ مارون؟ انا بتشكرك وانا بدعي دكتور فياض الى انه يكون اكثر موضوعي وما يعتمد سياسه الاجتزاء وذر الرماد بالعيون. طيب. وشكرا. شكرا لك استاذ مارون. ما بعرف اذا عندك. انا كل اللي بيعنيني بالموضوع مساله وحده. انا قلت لك انه انا البعد الاخلاقي بالنسبه لي كثير مهم. هو اتهم حزب الله بانه يقف الى جانب نظام مجرم. طيب انا بدي اسلم جدلا، ايهما اصعب، انك تكون مجرم ولا تكون الى جانب مجرم؟ نقطع السطر. يعني بكل وضوح حكي 11 سنه بالحبس، هل هناك شك؟ هلا يا ريتوا معنا على الهواء. وانا بدي اسال انك تكون مجرم والى جانب مجرم، انه انا بعتبر يعني ما فعله سمير جعجع خلال الحرب الأهلية تجاوز بمرات ما فعله بشار الأسد مع شعبه في لبنان. مقطع بقى تقليل الكل هيك. ها؟ طيب. فبناء عليه يعني انه يعني القوات اللبنانية شكلت علامة فارقة بالحرب الأهلية بلبنان. طيب. كل مارسوا القتل على خلفية سياسية. أكيد بالضبط كل مارس. طيب. بس القوات اللبنانية مارست القتل بطريقة مختلفة، عشان هيك ما يعني ما حدا يشالق الناس بالحجار وبيته من إزاز. بالضبط الكل في لبنان بيته من إزاز. الكل حزب الله من الناحية الأخلاقية. الكل خطف على الهوية. حزب الله أنا مش حزب الله. أنت بتعرف إنه أنا مش منتمي، بس أنا أعتبر حزب الله أهم حزب من الناحية الأخلاقية. على مستوى العالم بدك نجيب نحكي بأدلة من جيب. مشكلتك مع الدكتور سمير جعجع بأنه مجرم، هذه هي مشكلتك الأساسية. طب ما في تناقض بين أنه واحد يكون عنده مشكلة مع حدا أنه مجرم وبنفس الوقت يكون داعم شخص متهم بأنه حتى هذه الساعة قتل من شعبه 150 ألف في ظرف سنتين؟ حأعطيك رقم يريد تعلق لي عليه. 130 ألف ما قتل في سوريا. حأعطيك رقم دكتور فحبيب يريد تعلق لي عليه. حأعطيك كل الوقت أنك ترى. الصراع العربي الإسرائيلي بدأ سنة 1920 صحيح؟ يعني بعد وعد بلفور بشوي، وبلشت أولى المجازر بين العرب واليهود تحدث سنة 1920. نحن اليوم سنة 2014. منذ 1920 لحديت سنة 2014 كل المجازر الإسرائيلية المهولة الفظيعة الغير إنسانية، تعرف قد ايه قتلت من كل العرب بما في ذلك حرب ال 67 وال 56 و 73 والانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية ومحمد الدرة وحرب لبنان، تعرف قد ايه قتلوا؟ 90,000 من 1920 في قرن كامل تقريبا. نحن ب 1914 تعرف قد ايه نظام بشار الأسد قتل من السوريين حتى اليوم؟ 130,000. قصدي بشار الأسد قتلهم؟ طيب. قصدي انت بتتوقع هل داعش عنده طيران؟ هل داعش عنده براميل بارود؟ هل داعش عنده دبابات؟ قد ما صورنا القدرة التدميرية لداعش، بالنهاية شو عنده؟ عنده تفجيري انتحاريين كلاشينكوف وعبوات. بالمنطق البحث يا دكتور مين بيقتل أكثر؟ الطيران والبراميل البارود والدبابات والصواريخ؟ عم يقتل يعني في صواريخ سكود عم تنضرب. طيب. اكيد مش داعش. طيب. اللي عم يضربه. يعني انا لحتى اقدم اجابه بدي احكي بنقطتين بشكل مختصر. ما بعرف قد ايه بعد معنا وقت. النقطه الاولى من الاخير انا اؤمن بانه بشار الاسد رجل لا يشبه نظامه. نقطع السطر. شو يعني؟ انه النظام السوري على مدى سنين طويلة كان نظاما فاسدا، ولكن بشار الأسد كشخص لديه امتيازات ونوايا كان يريد أن يترجمها بشكل إصلاحي، ولكن لسبب أو لآخر لم يستطع. الزلمة من الناحية الشخصية أنا برأيي أكثر زعيم عربي عنده أخلاق وعنده ثقافة. نقطع السطر. يعني مش هو اللي عم يقول إنه تنزل براميل البارود. هلأ بدي أحكي بهاي النقطة. هلأ أنا بدي أحكي بهاي النقطة. أما موضوع المشهد الدموي اللي بسوريا، أنه أنا بقدر أحكي وجهة نظر حزب الله اللي عم نقوله مثل ما عم نقول بالبحرين، أنه يا جماعة في مشكلة داخلية، في شعب عايش وضع مش طبيعي، تعال حتى نحل هاي المشكلة على طاولة الحوار والمفاوضات. في بعد آخر من الموضوع له علاقة بهجمة ومؤامرة تتعرض لها سوريا على خلفيات
القضية الفلسطينية والممانعة. نحن مع النظام بهذا الموضوع. إيه مثل ما قال الإمام علي إنه إذا بيهجم الروم، تعرفي معاوية شو عامل؟ نحن عنا بالتاريخ عامل كتير معاوية قتل الإمام الحسن اللي هو أحد أئمة الشيعة. نحك بس رغم هيدا نحن منقول إذا هجم الروم على المسلمين، الإمام علي بيقول لوضعت يدي بيد معاوية، نقطع السطر. وقت لي الأمريكي والإسرائيلي والأوروبي والغربي والألماني، بشار الأسد عامل بالشعب السوري أكثر ما صدام حسين عامل بالشيعة، اللي أكيد أنه عامل أكثر مما إسرائيل عندي عملت بكل العالم. أنا عندي أقارب وأصدقاء أعدموا بالنجف على يد صدام حسين. بس بال2003 أنا طلعت على التلفزيون نظر لضرورة التحالف مع صدام القاتل ضد الأمريكيين. أنتوا مع بشار الأسد، بينما من يتحمل المسؤولية، مسؤولية المشهد الدموي في سوريا، هو الذي يرفض الذهاب إلى الحل السلمي يعني والحوار. دكتور. شوفي لحد هلا مين اللي رافض الحوار؟ اللي جربة، المجلس الوطني السوري، الائتلاف الوطني السوري، داعش، والنصرة، والمملكة العربية السعودية. فالمية وثلاثين ألف هلأ كل قتيل سوري يقتل يوميا هو برقبة هؤلاء مش برقبة النظام الذي يجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه. مع سوريا لأنها مقاومة، لأن ضد داعمة إسرائيل. للمقاومة، داعمة للمقاومة. طيب هذا آخر سؤال باختصار، هذه الدولة الداعمة للمقاومة سنة 2006 بآخر 2006 يحلق الطيران الإسرائيلي فوق قصرها الرئاسي بعدما خطف جلعاد شريط. سنة 2008 على أراضيها في قلب عاصمتها يختال أكبر قيادي المقاومة الحاج عماد مغنية في 12 شباط 2008، كمان ما بيصير شيء. في سنة 2007 قبل 2007 غارة على دير الزور على منشأة أساسية في سوريا، كمان لا رد. في 2013 غارتين إسرائيلتين في قلب العاصمة السورية تهدف مركز قيادي عسكري وشحنة صواريخ وأيضا لا رد. أي عاقل يصدق بأنه هذا البلد أو هذا يعني هذا النظام هو نظام ضد إسرائيل إذا استهدفت عاصمته لهلأ بظرف ست سنوات ثلاث مرات ومرد مش مرد ما قال شيء؟ اللي بيخليني صدق أنه الرئيس بشار، الرئيس حافظ الأسد، رفض وضل يراوغ وما عمل سلام مع إسرائيل بالوقت لملك الأردن بعده لهلأ ومصر حسني مبارك بيعطوا امتيازات لإسرائيل. نقطة على السطر. النظام بسوريا، وين الممانعة بأنك أنت تنهان بسوريا داخل عاصمتك؟ طيب وما ترد. حأعطيك اللي بدك إياه. النظام بسوريا نظام ممانع وليس نظاما مقاوما. الكل مقاومة بدها جهة إقليمية تقف خلفها. سوريا لم تقصر على الإطلاق بالإضافة إلى إيران في دعم المقاومة في لبنان. نقطع السطر. هلأ بتقليلي برأيي الشخصي، بس تنضرب سوريا ما بنعمل شيء. بتقليلي برأيي الشخصي طلعت طيران، أنا أستنكر عدم رد النظام السوري، أنا شخصيا أستنكر عدم رد النظام السوري على أي عمل عدواني تقوم به إسرائيل ضد سوريا. ولا معلوماتك نعم من احنا مش متطابقين مع سوريا 100%. واحدة من نقاط التباين انه نحن كنا نؤمن فقط بالمقاومة كخيار لحل المسألة الفلسطينية، في حين انه السوريين كانوا يؤمنون من جهة بالمقاومة ومن جهة ثانية بالمفاوضات. ونحن كنا نستنكر على الدوام ان تذهب سوريا للتفاوض مع الإسرائيليين، وبناء عليه مش كل يعني نحن ننظر إلى القسم المليء من الكوب في نظرة سوريا إلى إسرائيل الذي هو دعم المقاومة، الوقوف إلى جانب المقاومة، وعدم استعداد النظام السوري للذهاب إلى تسوية مع إسرائيل، وعدم استعداد النظام السوري لتقديم أي تنازل في مسار المفاوضات مع إسرائيل. هول منيح وحلوين. دكتور حبيب فياض شكرا لك على وجودك معنا اليوم في الـ LBC، ومشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.